الخرقاوي. هنا المتابعة. دقيق فان بيرسي. فان بيرسي خالد الخرقاوي. هدفين لكل من الفريقين. كرة منقولة. كما نتابع في الثلاث دقائق. ثلاث دقائق المتبقية. ولا يزال التعادل الإيجابي ما بين الفريقين. هنا التسديدة إلى خارج أرض الملعب. على التنفيذ الآن ولكن إلى حارس المرمى. كرة منقولة. هنا المتابعة والتسديدة ولكن إلى خارج أرض الملعب. فواز الشمري. دقيقتين تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي من هذا اللقاء. التعادل الإيجابي إلى الآن قائم. كرة منقولة وحاول إلى الأمام. يا الله يا سلام على تركي المطيري يسجل الهدف الثالث لخالد الخرقاوي. ثلاثة مقابل اثنين. تركي المطيري يسجل الهدف الثالث. ثلاث أهداف لتركي المطيري. لاعب مميز. لاعب يعني لديه مهارات عالية. تسجيل الأهداف أيضا. لاحظ الأخطاء. حاول إلى الأمام. هل يكون الرابع؟ وأظن فيها بطاقة. أظن فيها بطاقة حمراء ولكن صفراء. البطاقة الصفراء. لاحظ هدف تركي المطيري. لاحظ الهدف أو التسديدة التي جاءت لفان بيرسي. على التنفيذ والمتابعة. مقطوعة من عبد الله العنزي. العشر ثواني الأخيرة من الوقت الأصلي. خالد الخرقاوي الذي يتقدم بالثلاثة قابل اثنين على فان بيرسي. كرة منقولة تسديدة والرابع. أربعة مقابل اثنين. هنا يعلن الحكم فاضل بوفتين عن نهاية الشوط الثاني والمباراة. خالد الخرقاوي بأربعة مقابل اثنين على فان بيرسي في أولى اليوم الأول من الدور الثاني. ألقاكم في اللقاء الأخير الرابع ما بين الحصان الأسود ونادي القادسية. أترك الآن الكلمة للزملاء في الاستديو.
نبارك لفريق خالد الخرقاوي بفوزه على فان 4-2. وما زلت اقول حق بلاغه الملقب ببلاغه مبارك الفضلي، ارحل بما تحمله من كلمه، وفعلا رحلت وودعت بعد سادس فريق لك هني. يمكن بدايه الاستوديو جيت عند الكابتن اسامه حسين قلت انا متفائل فيك، قال لك الكابتن اسامه حسين انا من شفت وجهك مو متفائل. والله انا اقول يعني انا شفته ايه قبل الاستوديو متحمس وايد وصدع راسنا بالقرقه وهذا الفريق الاساسي وهذا الفريق اللي ما شفتوه واحسن لاعبين عندي يعني اليوم صراحه ما شفنا فريق امانه. واقول له انا يعني بس وخر على الفرق، دمرت الفرق زين. كلمه يمكن اسامه بلاغه كان يمتعك في المستطيل الاخضر بالنادي العربي قبل بارك الفضل يسوي اصلا شوه قبل بلاغه يطوف له ثلاث اربع يروح على القبر. هذا بس كلام يعني انا من شفته من قبل البرنامج يتكلم مايد اللي يتكلم مايد ما قلت انا متفائل فيك. كابتن خالد الفضلي، يمكن كابتن خالد بيبو الاعلامي حمد عباس اليوم راح تلتقي معاه باذن الله في 9:30. انت راح تحرس حراسه المرمى مع منتخب الكويت. تناقشنا قبل قليل لما كنت ويانا والكابتن شاوم معاك، شو حاب تقول لزملائك؟ رحب فيكم ببلدكم الثانيه الكويت، انتم وبين اهلكم واعتقد يعني مهما رحبنا فيكم انتم اخواننا ويعني زيارتكم لنا شرف كبير بتواجدكم معانا باثراء البطولات الرمضانيه عندنا ومشاركتكم فيها. وصراحه انا سعيد اني راح اشارك في هالمباراه الاستعراضيه اللي راح تكون. شارك حارس مو تقول بدش داخل يبي له هجوم راح ابدا هجوم اصلا تبيني العب بالمية يمكن تمشي لانه اذا شارك برا ياذينا قاعد هجوم حبيبي شارك حارس اسامه قصادي خالد بيب وخالد الغندور عايز حارس جماعه العميد يا حبيبي كابتن خالد بيب عايز لك حاجه مهمه لا هو يعني الحمد لله ان هو لحق يكمل الحلقه لان هو من ساعه ما جينا بيتكلم في التليفون مش عارف يتكلم مين بقى حاول ان هو يعني يجيب كل لعيبه لا عنده مشكله عائلي احنا عايزين نحاول نحل المشكله قبل الماتش احنا بالنسبه للموضوع شوف انا كنت محايد انا زملكاوي قح ولا عارف التاريخ القديم بقى فاحنا حنبدا حلقه بحارس والبس كساره والبس حمايه النهارده تكمله الكابتن اسامه حسين هدف الكابتن خالد الغندور قال طلب اسعاف هني يقول له البس حق خالد بيبو والله بس احنا طبعا سعداء جدا باللقاء ده فعلا نتمنى ان شاء الله ان هو يطلع يليق باسماء الفرقتين يعني اذا كان المنتخب الكويتي او المنتخب المصري او النجوم اللي بتلعب في خلال المنتخبين. نتمنى ان شاء الله ان احنا نقدم صوره كويسه، الناس تستمتع بلقاء كويس ونعرف الناس ان الرياضه بتلم الشعوب ما بتفرقش وان الرياضه دي ليها هدف اسمى بكتير قوي من ان احنا الناس تلعب كوره، لا الهدف كبير قوي من الرياضه ولازم ندور على الهدف الكويس من الرياضه ونستفيد كلنا من الرياضه. الرياضه ليها يعني هي ليها فضل كبير قوي في اللي احنا وصلنا له، عايزين احنا نوصل رساله بقى من خلال اللي احنا وصلنا له للناس ان الرياضه هي اللي بتجمعنا، هي اللي بتلمنا وهي فيها حاجه كويسه لازم ندور عليها، ما ناخدش الحاجه الوحشه من الرياضه ونبتدي ندور ان هي تعمل لنا مشاكل. نعم كابتن يعني عايز اقول الرياضه تفعل دائما ما لا تفعله الحكومات والشعوب. انا عايز اقول يعني الرياضه بتقرب المصري مع السعودي، الاماراتي مع البحريني، الكويتي مع الليبي. انا عايز اقول ان الدورات الرمضانيه كمان شهر رمضان وشهر رمضان الكريم دايما فيه روحانيات جميله جدا، وبالليل او قبل الفطار بيبقى في تنافس شريف، كلها مباريات استعراضيه في المقام الاول والاخير بعيدا عن اي مسميات مين فاز او مين خسر. انا شايف ان في الكويت وانا دايما بتردد على الكويت ان الدورات الرمضانيه في دوله الكويت بتحظى باهتمام كبير جدا من كل الناس، سواء اللاعبين القدامى سواء اللاعبين الحاليين سواء رجال الاعمال الاعلام الكويتي. يعني زي البطوله اللي احنا قاعدين فيها قناه الشاهد مهتميه وراعي رئيسي للبطوله اللي احنا جايين فيها. عايز اقول ان البطولات دي دايما واتمنى بقى اتمنى ان شاء الله
يبقى في فريق مصري بيشارك في البطوله او فريق او فرقتين جايين من مصر مخصوص؟ في لاعبين من مصر؟ لا لا، يعني جايين من مصر مخصوص ان شاء الله بيشاركوا في فرق اسوه للنوادي الخليجيه بالزبط. الوصل، النصر السعودي، الهلال السعودي، يبقى في فرقه مصريه بتشارك من اول دوره او فرقتين في دوره، مثلا دوره زي الدوره دي ودوره زي الدوره الثانيه. يعني نتمنى دائما ان يبقى في تواصل كويس. والله انا بسالهم سؤال، ابيكم يعني تقولون او توضحوا للساده المشاهدين الدورات الرمضانيه بمصر. يعني الواحد يعني الكل يتكلم ان الدورات الرمضانيه بمصر هم من اساس الدورات ومن احلى الدورات، يعني فكلمونا عنها. طبعا الدورات الرمضانيه ما قبل ثوره يناير كانت يعني الاهتمام بها كان كبير جدا، وكان دور دايما في دورات في كل البلدان، حتى في القرى وفي الريف المصري، في القاهره تلاقي وزاره في الاونه الاخيره من 10 سنين الاخيره ان الشركات الكبرى الشركات الكبيره دايما كانت بتبقى عندها فرق، زي تجيب فرق وتجيب لعيبه تديها فلوس، وكان في سبونسر وفي اهتمام اعلامي بالدورات الرمضانيه. عايز اقول ان في السنين الاخيره الاعلام المصري والاعلام الرياضي ما اكثروا في الفتره الاخيره اهتم ايضا بالدورات الرمضانيه المصريه، اهتم بيها، وبقى من خلالها بيبقى في تنافس، تلاقي مثلا فريق قدامه لاعب نادي الاهلي او نادي الزمالك او اي نادي من الانديه المشاركه، تلاقي فريق الفنانين المصريين، فريق الممثلين المطربين. يعني اعتقد ان في دايما او بتلاقي يعني من ده على ده بتبقى حاجه كويسه جدا. وكابتن طب خالد ممكن نعم بس نبي ننتقل لارضيه الملعب لانه قاعد ينطرونا، وراح نتابع مباراه الحصان الاسود بقياده الكابتن هاني الصقر ويمكن فريق نادي القادسيه. بس قبل لا ننتقل لارضيه الملعب سامح حسين ازعجني بماي، تفضل كابتن. سامح حسين وانا شال الكلمه لك بعد ساعه، بعد ساعه شكرا جزيلا للضيوف الاعزاء والابداع لسلي وللكباتن الكبار. هنا اللقاء الرابع الان ما بين الحصان الاسود وايضا نادي القادسيه، اللقاء الرابع في فعاليات الدور، هذا الدور بدايه هذا الدور، الدور الثاني. نادي القادسيه باللباس الذهبي على يمين الساده المشاهدين، والحصان الاسود باللباس العنابي على يسار الشاشة في شوط المباراة الأول. نادي القادسية، يعقوب الملا، جانسون كروز، فالدين سانتوس، ثامر شموس، عمد أبو عباس، هذه تشكيلة نادي القادسية. انطلق الشوط الأول بين الفريقين، الحصان الأسود باللباس العنابي خليل محمود، محمد الصقر، احمد الصقر، هاني الصقر، سلمان صالح، فهد فوزي، طلال الرشيد، عبد الله مهدي. هذه تشكيله بقياده اللاعب المميز لاعب القادسيه سابقا ومنتخبنا الوطني هاني الصقر، لاعب مميز بلا شك يقود فريق الحصان الاسود. هذا هاني الصقر، لاعب المميز الايام الجميله التي قضاها مع نادي القادسيه ومع منتخبنا الوطني. وسط الملعب الآن، كرة منقولة، محاولة إلى الأمام، مقطوع نادي القادسية، فالدين سانتوس، فالدين سانتوس الآن، ولكن أيضا هنا التسديدة والمتابعة لأيضا فريق أيضا نادي القادسية من جانسون كروز وفالدين سانتوس. هنا محمد ابو عباس، اللاعب المميز واللاعب يعني يتابع يشارك لي يعني بدر، محمد ابو عباس. هنا ثامر شموس، ثامر شموس، فالدين سانتوس على التنفيذ الخطأ الآن والتسديدة، ولكن اصطدمت بالقائم الأيسر للحصان الأسود، فريق الحصان الأسود. كما نتابع وسط الملعب الآن،